انا متشكره قوي يا انجي، بجد بجد يعني انا مش عارفه اقول لك ايه على الخدمه الفظيعه اللي انت عملتها لنا دي. ما تقوليش كده يا كاميليا، يا حبيبتي انت زي اختي واكتر. بس احنا مش عايزين نكون متقلين عليكم ولا حاجه. اخس عليك يا حسين، ما تقولش كده، وبعدين حمايتك من الاعداء والارهابيين دول واجب وطني. اشكرك اشكرك يا فندم. لو قولي يا حسين، مش المفروض ان الشرطه هي اللي بتحمي الشعب ولا العكس يعني؟ ايه يا علي، الشعب والشرطه ايد واحده حبيبي. بص يا علو، انا اللي جابني هنا مش خوفي على نفسي، لا انا اللي جابني هنا خوفي على اولادي ومراتي حبايبي. اهم حاجه عندي في الدنيا انا عمري ما اهرب من ارض المعركه طول ما انا في الخدمه. حلو، بص بقى، مراتك وعيالك أمانة في رقبتي، وأنت اتكل على الله على أرض المعركة قطعهم. أيوة، وبعدين بسم الله ما شاء الله أنا شايفة عيونك زي الصقر. أمال ليه كاميليا بتقولي إن من ساعة ما يا عيني جالك جواب التهديد ده وأنت يعني بتنزل من البيت متنكر؟ إيه؟ كاميليا قالت لك كده؟ لا ايوه قالت لي كده، وقالت لي كمان وانت نازل من البيت بتاخد كاميليا والعيال ساتر كده علشان يحموك. بقى كاميليا قالت لك كده؟ ايوه قالت لي كده، وقالت لي ان هي عيني مش ملحقه على الغيارات بقى علشان يعني. بقى كاميليا قالت لك كده؟ ايوه قالت لي كده، وقالت لي ايه يا انجي؟ ايه يا حبيبتي؟ قالت لي في ايه؟ بوتاجاز واشتغل، ارحمي نفسك شويه يا حبيبتي. في ايه يا كاميليا، انت بتقاطعيني ليه؟ انا لسه كنت هقول له، كاميليا بتحبك، كاميليا بتخاف عليك يا حسين. بعد ايه يا حبيبتي؟ موطيه صوتك قوي في الحته دي، ما خلاص اللي اتفضح اتفضح. انا تعبانه قوي يا انجي، بجد انا تعبانه قوي ونفسي انام انا والولاد. يا حبيبتي يا كاميليا حبيبتي، انا حاسه بيكي. طب يلا خدي حسين وادخلوا ناموا في اوضتنا، وانا بقى الولاد هاخدهم يناموا في اوضه مي وسامي. يناموا فين؟ في اوضتنا يا علي. في ايه؟ وانا قصدي وانا انام فين؟ يا علي هننام في اي حته، هنتصرف، دول ضيوف يا علي. احنا بس مش عايزين نحس في الكام يوم اللي هنقعدوا معاكم ان احنا عكننا عليكم او شقلبنا لكم حياتكم. يعني هم هيبقوا كام يوم؟ يعني كام يوم او كام اسبوع، مش عارف هيختلوني امتى الصراحه. بعد الشر عليك يا حبيبي. وبعدين يا انجي، لا يا شيخه، لا 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 يمكن. انت بتتكلمي بتقولي ايه؟ انا لا يمكن اتخيل ابدا انا وحسين ننام في اوضه نومك، على سريرك، على مخدتك انت وعلي. لا 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 يمكن. حلوه قوي يا حسين. الله، سرير حلو ورصاصه ومتلاب. حلو عليهم حته لحاف. حلو قوي اللحاف ده يا حسين. طيبه صاحبتك انا كمان. عشان تعرف يا حسين، تعرف صاحبتي وجدعنتها. بذمتك انت لو مكانها تدي اوضه نومك لاي حد؟ نعم يا اختي. ايه؟ انا إيه؟ لو علي دخل اوضه نومي افرغ الطبانجه دي في نافوخ. اهدى يا حسين، اهدى، مش كده، ما يصحش، اهدى شويه. وفر الطلقات دي يا حبيبي اللي عايزين يقتلوك. يقتلوني مين يا ماما؟ انا اتخن ضابط في الداخليه، محدش يقدر يقتلني ابدا. طبعا انت مفيش اتخن منك يا حسين، اطمن، انا متاكده من ده. ما راح اشوف حاجه البسها. حلوه قوي الاوضه دي يا حسين. الاوضه تحفه يا كمال، تحفه. ما تعمل لي اوضه زي دي يا حسين. في الجنه ان شاء الله. وهات لي سرير زي ده يا حسين. في المشمش ان شاء الله. والحب زي ده يا حسين. في السجن ان شاء الله. ايه ده؟ ايه؟ ايه ده؟ ايه؟ هو علي بيلبس مايوهات في اوضه النوم ولا ايه؟ خلاص عليك يا حسين، عيب، ما يصحش، دي حاجه انجي. ما ايه ده؟ انا ما شفتش البتاع ده قبل كده. شفت انجي؟ غيره البت دي وسوسه مش نظيفه من جوه، بتروح تشيل الحاجات من ورايا. وريني كده يا حسين. خلاص عليك يا انجي، اقول لها خديني معاكي. خرابي على الشغل الستات. بس حلو قوي المايو ده يا كمالي. حلو قوي. ما تلبس اكيمو المايو ده ووريها الحلاوه. ما يصحش يا حسين، مش وقته يا حسين، عيب يا حسين، ما يصحش، الله، احنا مش في بيتنا. وبعدين في راجل تاني غريب، ما يصحش يقول علينا ايه يا حسين. يا هلا اكيمو راح في زمن الشقاوه. يا حسين
دايما على بالي يا كيمو، عاش من شافك بالمايو. يلا عيب، انا مش بيتك. ايوه سلام والله سلام يا سوزا يا انجي. ايه ايه يا نهار اسود، في ايه؟ الدرج ده فيه حاجات سخنه قوي يا كمال. ايه يا حسين، ما يصحش يا حسين، بتفتح درج الناس يا حسين. عيب. ايوه صح عيب. ما يقولوا علينا ايه و... ايه ايه البت انجي دي طلعت لئيمه قوي. ايوه ايوه صح، هما شوف بقى حاجه الباسه. ده ما طلعش في المايو بس. ماشي يا انجي. اهي ظرف، تعالى اهي. بس ايه ده؟ ايه؟ ذوق وحش قوي في اللبس، انا هرجع لظرفة انجي. انت هتتنك، البس اي حاجة. انا بتلكك الصراحة، مش بتنك. خلاص بقى. هلبس ده وامر الله. ولا اقول لك؟ انا هلبس دي. ها؟ برويتا في الأوضة. حسين. نعم. تصبح على خير يا حسين. طب مش هتشوفي البرويتا؟ شخرها كمان. شخر يا كيمو. ايه ده انت هتعمل ايه؟ انت هتنام على سريري؟ اه هنام، ده حلو قوي. لو النبي. اه ده حلو قوي. لو النبي. لا انا محدش ينام على سريري. عيب يا سولي، مامي قالت ان احنا لازم نحترم الضيوف. الضيوف على عيني وراسي، احترمهم في اي حاجه الا ان هم يناموا على سريري وانت عارفه كده. معلش يا سولي نستحمل بقى. هتبقى كده هنام جنبك. ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ هنام جنبك. لا مش بحب حد ينام جنبي. لو النبي. ولا انا ما بحبش حد ينام جنبي. خدي حطي النضاره يا مي واقفلي النور. لو النبي. على راي المسر، السرير سرير ابونا والضيوف هتيجي تطردونا. احنا هننام فين بقى دلوقتي يا سولي؟ معرفش يا بنتي. اطلعوا اقفلوا النور بقى، جاتكم القرف. جاتكم القرف، بنيتوا البلد اللي اتقدم. يعني عاجبك كده يا انجي؟ انا ما انا وعيالي على الارض وهما يناموا فوق وضنا وعلى سريرنا. وطي صوتك يا علي، وطي صوتك. بعدين هما ضيوف عندنا، ما يصحش كده يسمعوك. عارفه لو جبتي سير الضيوف دي تاني هرمي عليك يمين الطلاق حالا. بقى كده يا علي بتهددني؟ لعلمك لو طلقتني مش هتلاقي حتى الفرشه دي تنام عليها، كبيرك تطلع تنام في حضن السياد امك فوق. ها ان كنت ناسي افكرك يا علي. ها تصدقي والله والله فكره، انا ازاي ما جاتش على بالي الفكره دي. تعالى هنا يا علي. يعني ايه عايز تطلع عند امك فوق وتسيبني انا وعيالك نايمين هنا على الفرشه؟ ايه الانانيه دي؟ احنا مع بعض في السراء والضراء، واحنا في النيله الضراء دلوقتي.